سيد الوالي، بصفتي متقاعد من الجيش، إن من أكبر اهتماماتي فئتي متقاعد الجيش الوطني الشعبي وضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم. لقد تم الرد على الانشغالات التي طرحناها في الدورات السابقة من طرف مندوبية الأمن فيما يخص ملف السكن، هم مشكورين على ذلك، لكن بدون تفصيل دقيق وذكر لرزنامة التوزيع وتاريخ الاستفادة حسب دوائر الولاية. متقاعدي الجيش بالأمس كانوا في وقفة واحتصام بالجزائر العاصمة، تلقون مختلف المضايقات الأمنية والاعتقالات والقمع بدل الاستماع لانشغالاتهم الاجتماعية. والمعلوم أن مطلبهم الأول خاصة على مستوى ولايات إقامتهم هو السكن. نرجو استقبال ممثليهم في أحسن الظروف والإصغاء لمطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الحلول الملائمة في إطار تنظيم السير المفعول، وعلى المسؤولين إرساء علاقات يسودها الاحترام والتقدير طبقاً لتعليمات وإرساليات وزارة الداخلية. حماة الوطن سابقاً فيهم المعطوبين وفيهم من يعانون اضطرابات نفسية وانهيارات عصبية جراء مهامهم سابقاً، ولا يستحقون هذه المعاملات والتعتيم الإعلامي عن قضيتهم، والجاحد فقط من ينكر مجهودات وتضحيات هذه الفئة. وشكرا. حقارين حقارين ونقولوها حقارين ونقولوها حقارين 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 ونقولوها حقارين ونقولوها حقارين. ما راناش خايفين ما راناش خايفين ما راناش خايلين ما راناش خايلين. حقارين 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 ونقولوها حقارين ونقولوها حقارين. ما راناش خايفين ما راناش خايفين ما راناش خايلين ما راناش خايلين. جودي الكبران جودي الكبران كبران السرجان كبران السرجان سرجان ولا جودان سرجان ولا جودان. ومروان الكابيتان ومروان الكابيتان نحن أبناء الميدان نحن أبناء الميدان. ما نخافوش الكريم وجان ما نخافوش الكريم وجان نحن أبناء الميدان نحن أبناء الميدان. ما نخافوش الكريم وجان ما نخافوش الكريم وجان. الرصاص والفناء الرصاص والفناء بسترنا قابلنا بسترنا قابلنا. تيزي وزو قابلنا تيزي وزو قابلنا تيزي وزو قابلنا تيزي وزو قابلنا. طيبو قارا قابلنا طيبو قارا قابلنا. والبارات شمينا والبارات شمينا والبارات شمينا والبارات شمينا. قانون المعاشات العسكرية كمدخل لهذا الموضوع الذي يحظى باهتمام لمن يشاهدنا اللحظة. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتم، تم في بداية هذا الأسبوع عرض قانون المعاشات العسكرية على مجلس الوزراء لمراجعة بعض مواده، وبالتالي لتمكين فئات العسكريين السابقين من إيداء الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني تمكينهم من الدراسة والتسوية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمادة التي تسمح بتمديد أجال إجراء الخبرة الطبية، وكذلك المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية لمصالح الصحة العسكرية نسبة عطب منسوبة للخدمة. التعديل الأول إذن يخص تمديد أجال إجراء الخبرة الطبية التي كانت 30 يوم رايحة تصبح 90 يوم، وهذا لإعطاء الوقت الكافي لهذه الفئات لتكوين وإيداع الملفات وتمكنهم كذلك هذه الفترة من إجراء الخبرة الطبية. أما التعديل الثاني يخص استحداث وإدراج منحة عطب تكميلية، وهذه للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد العسكري. إذن جاء هذا التعديل باش يلبي جميع الانشغالات اللي طالبت بها هذه الفئات بغية الحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية، وهذا ما يعبر على أن المؤسسة العسكرية تقف بجانب